إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم القيامة. هو العدل وأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هو رسول الله ويوحى إليه، وهو المعصوم، وكان يشاور أصحابه كما قال له ربه: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وأوردنا حوضه وأسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أما بعد، حديثنا اليوم له عنوان مختلف شيئا ما، وأخذت هذا العنوان من مشاعر داخلية، وتحديدا من يوم الجمعة الماضية. يعني أنا حضرت هذه الخطبة تحديدا والله يوم الجمعة الماضية، وحديثنا بعنوان مشاهد نشتاق إليها في بلادنا، مشاهد نشتاق إليها. رأيت بعض المشاهد التي حركت المشاعر، أشتاق إلى هذا المشهد، بل أشتاق إلى تلك المشاهد ولم أرها في بلادي، فكان القلب يتألم وكانت الأركان أو الأعضاء تضطرب عندما تشتاق إلى شيء ولا تستطيع الوصول إليه، بل بينك وبينه مراحل. تشتاق إلى الكثير، تشتاق إلى العدل، تشتاق إلى الحرية، تشتاق إلى التعبير عن الرأي، تشتاق إلى سماع رأيك. نحن نشتاق إلى هذا، بل نحن حرمنا هذا. إنه مدهش وغريب بل وصعب على مهاجر مثلي جاء من بلاد بعيدة يرى انتقال السلطة في أكبر دولة من دول العالم، يرى انتقال السلطة في أمريكا بهذه السلاسة وتلك السهولة، لا اضطرابات ولا حروب ولا انقلابات، يرى انتقال السلطة وهو لم يره في بلاده أبدا طوال حياته. فلم أرى في بلادي ولا في بلاد الإسلام وبلاد الإسلام كلها بلادي، لم أرى انتقال سلطة، فقط رأيت التسلط وانتقال التسلط. هذا ما رأيته في عمري القصير، وأظنكم رأيتموه. فعجبت وقلت: نحن هنا بهذا، قرآننا ينادي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ورسولنا ينادي بالشورى والحرية وإبداء الرأي والسماع للآخر وقبول الآخر، لكن ذلك لم يحدث في بلادنا أبدا، لأننا نحن لا نعرف عن الإسلام شيئا. إحنا اسمنا مسلمين وعندنا كتاب اسمه كتاب المسلمين، لكننا بعيدين عن القرآن، شئنا أم أبينا، رضينا أم رفضنا، هذه حقائق موجودة. نشتاق إلى أن نرى العدالة والحرية والكرامة كما رأيناها الآن في أمريكا، يخرج رئيس ويدخل رئيس بكل بساطة، خمس رؤساء يشهدون التنصيب، تنصيب رئيس جديد. احنا ما عندنا هذا، هو احنا دائما عندنا رئيس واحد، لو في اكثر من رئيس يبقى زي عندنا مثلا كده، واحد مخلوع وواحد معزول وواحد هو كده. انت عندك انت رئيس سابق، ما فيش رئيس سابق،
مخلوع، معزول، مقتول، اي حاجة، لكن عندك رئيس سابق ما عندكش، بتنادي انك انت مسلم. مسلم ايه؟ احنا نستحي ان نظهر هذه الهوية. امريكا عمرها كما هو مكتوب على الفيسبوك وكلكم قرأتم هذا، عمرها 300 سنة، حكمها 45 رئيس. بلادنا عمرها آلاف السنين، آلاف السنين. على سبيل المثال مصر 7000 سنة، 7000 سنة ما قامت في انتخابات نزيهة أبدا غير مرة واحدة ثم انقلبوا عليه. وفي كل بلادنا المسلمة والعربية لا تكاد ترى حرية أو عدالة. هذا الكلام يقر به المؤيد والمعارض. هل رأيتم مرة انتقال سلطة في بلادنا كلها؟ الخليج، البلاد العربية، الشرق الأوسط، الإسلامية، باكستان، آسيا، إفريقيا، إما ينقلب الابن على أبيه، إما تحكم القبيلة، إما يحكم العسكر. أما الإنسان العادي لا نرى ذلك في بلاد الإسلام أبدا. ولما هذا الظلم وهذا الاستبداد؟ وعندهم الحرية والكرامة لأنهم يحترمون البشر. يخرج أوباما ويدخل ترامب كأنك تشاهد ماتش كورة، لاعب بيطلع ولاعب بيدخل، كل سلاسة والكل بيصفق والكل بيضحك، روح رياضية عالية. ونحن ماذا ترى عندما يخرج رئيس ويدخل آخر؟ وإن كنت لا تعرف لكلامي جوابا أو تعترض على وجهة نظري فمن حقك أن تعترض، لكنني أدلل لك بخروج صدام حسين كيف خرج. انظر إلى العراق، رحمة الله على العراق، كبر عليها 4 وقل والموتى يبعثهم الله. لماذا حدث ذلك في العراق؟ كم بيخرج صدام حسين؟ وإن كان كلامي لا يروق ببالك فانظر إلى محاولة محاولة إخراج الأسد، عليه من الله ما يستحق. محاولة إخراجه دمرت سوريا بكل من فيها، المدني والعسكري والجيش البلدي والجيش الحر ومش عارف ايه، كله دمرت البنية التحتية. محاولة إخراج الأسد، لا أدري ماذا ينتظر ومن سيحكم. هذه محاولة إخراج. أما استحيا عندما كان يرى خروج أوباما ودخول ترامب؟ يا أخي اللي حيحصل يعني؟ اللي حيحصل لو خرجت؟ أما رأيتم في اليمن عندما خرج علي صالح؟ ولا في تونس عند بن علي؟ ولا في مصر عند مبارك؟ ولا في الظالمين في كل مكان؟ قتل الشباب بالمئات بل بالآلاف، ودمر أناس، وشرد آخرون، وانتهبت أموال، وضاعت مقدسات. بماذا؟ من أجل انتقال سلطة من فرد إلى آخر. هذا في بلاد من؟ في بلاد الذين يدينون بدين محمد صلى الله عليه وسلم. وعاوز الناس يدخلوا في الإسلام؟ لا، ده أنت لما تشوف كده ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواج. كانوا يدخلون أيام العدالة والحرية، أما الآن فلا. لماذا؟ لأن هذا هو واقع المسلمين، وهذا هو حال المسلمين. أمم مستبدة، نحن رضعنا الاستبداد ونحن نشتاق إلى الحرية وهي غير موجودة، مع أن ديننا ينادي بالحرية والكرامة وينادي بالعدالة، لكننا رضعنا هذا الظلم. خلاص أصبحت طبيعة الناس، يعني استمرأت الظلم واستمرأت الاستعباد ونافقت للظالمين. كان كافور الإخشيدي كان بيحكم مصر وكان ظالم، فحدث زلزال أيام كافور الإخشيدي، كان رجل ظالم، فوقف المتنبي ليمدح كافور الإخشيدي لحدوث الزلزال في عصره. يعني لما بتحصل كوارث الناس تتكاتف عشان تنقذ الدولة من الكوارث، لا ده راح شاعر الدولة يمدح كافور الإخشيدي إن حصل زلزال الناس ماتت، فبيقول له إيه عشان ما يزعلش الرئيس، بيقول له إيه ما زلزلت مصر من هم ألم بها. لا اوعى تفكر إن الزلزال ده عشان يعني ربنا زعلان من الناس ولا بتاع، لا لا لا، ما زلزلت مصر من هم ألم بها ولكنها رقصت من عدلكم طربا. العدل بتاع سعادتك كتير فالبلد بترقص. ما هذا النفاق؟ وما هذا الكلام؟ هذا ما يحدث الآن، هذا ما يحدث. يباركون للظالم، يباركون له ظلمه، وإذا استل السكين عليهم باركوا سله للسكين،
وإذا كانت السكين حامية شكروه أنه أراحهم ساعة الذبح. هناك شعوب تبحث عن الحرية وهناك شعوب تبحث عن تقنين الاستعباد. يقول لك يعني لا مش عاوزين حرية، احنا مش عاوزين حرية، احنا عاوزين استعباد بس ايه نظبط قانون الاستعباد. يعني خلينا في السجن مفيش مشاكل، بس عاوزين نظبط الاكل في السجن ونظبط الزيارات بتاعت زوجاتنا واولادنا، لكن خلينا فين؟ خلينا في السجون. اذا امطرت السماء حرية، ها؟ رفع العرب والمسلمون مظلاتهم، مش عاوزين حرية. ما تعودنا على هذا، احنا ما تعودناش على كده. انا اشتقت اليها عندما رأيت خروج اوباما ودخول ترامب، والله شيء يا اخي شيء غريب. والملفت للنظر ان الرجل لما حب يعمل التنصيب عمل التنصيب للكنيسة، وانا ابارك له هذا واؤيد له هذا. دخل الكنيسة فبورك من 26 قس 26 عملوا له مباركات وصلوات ودعوات. ها دي سياسة دي ولا مهلبي؟ بقوله ما دخلش الدين في السياسة. طب لما ترامب دخل الكنيسة كان دخل يعمل ايه؟ يشرب قهوة؟ كان دخل يباركوه. وهذا ليس عيبا. بدأ حياته السياسية والقيادية للدولة من داخل الكنيسة، وانا لا اعيب عليه بل ابارك هذا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ كل أعماله منين؟ من المسجد. بس لما بقول الكلام ده للمسلمين اللي بيسمعوني الآن يقول لك سياسة، بدخل الدين في السياسة. طب ايه اللي بيحصل ده؟ القساوسة دول مش رجال دين؟ لما يخطبوا ويباركونه ويحطوا على ويحلف على الإنجيل، ده مش ايه؟ مش سياسة؟ احنا نسيس بمزاجنا. يا اخي كما قال احمد شوقي قديما، احرام على بلابله الدوح، حلال على الطير من كل جنس. يعني هم من حقهم يتكلموا في السياسة، واحنا تيجي عندنا وما تتكلمش في السياسة. هذه ليست سياسة، هذا دين. بنكرر تاني، هذا دين. تدرون من السبب في هذا الاستبداد؟ ومن السبب في ضياع الحرية والكرامة وانتقال السلطات بهذه السهولة؟ احنا حرمنا من هذا الكلام. لما خافت الأمة وخاف زعماؤها وضيق عليهم فلم يتحدثوا في هذه النقاط، فظل الاستبداد موجود واستخف الظالمون بشعوبهم. صدق الله، فاستخف قومه فيه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين. شوف القرآن ماذا قال عن فرعون، أكبر طاغية، متجبر، متكبر. سورة الزخرف ماذا قال القرآن عن فرعون؟ شوف المستبد. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ملك أبوه، مش هو بيحكمه وعايز يمتلك الشعب، ملكه. الغريب ان الناس بيقولوا له ملكك، لا أدري من أين امتلكها ولمن دفع ثمنها. هذا هو شأن الظالمين في كل مكان. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ها شايفين ولا لا؟ لو ها شايفين طبعا ها شايفين. أفلا تبصرون أم أنا خير، أنا أفضل من موسى، أم أنا خير من هذا الذي لا يكاد، من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لا يستطيع الكلام. سيدنا موسى كان عنده ايه؟ عنده حتة في لسانه كده، واحلو العقدة من ايه؟ من لسان. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ده حالنا إحنا، حال الأمة العربية والأمة المسلمة، أمة مستخفة. والله عملت سيرش في خلال الأسبوع الماضي ده، دخلت على دول الخليج وكيف تم انتقال السلطة فيها، دخلت على قطر والسعودية والإمارات والكويت وبقيت العزب التانية دي، ودخلت على الدول الكبيرة زي باكستان، ودخلت على الدول العربية عندنا احنا في إفريقيا زي مصر وليبيا وتونس، لم أجد شيئا يحمد. في إخوة ساعات بيقولوا لي ليه بتذكر السلبيات؟ يا أخي مش لا إيجابية. مين فيهم طلع كده وبكل ادب واحترام وعملوا تداول بدون سفك دماء وقتل؟ لعلي يا ريتني كل ناس حد يذكرني بيه بعد الصلاه. ها
هذه إشكالية موجودة بالفعل ونحن شاركنا فيها. احنا كشعوب شاركنا فيها، نريد ان نستيقظ نتعلم. يا اخي الحكمة ضالة المؤمن. انا اتعلم الان من الامريكان كيف تكون الحرية. الحكمة ضالة المؤمن، الا وجدها فهو ايه؟ فهو احق الناس بها. ساعات انت بتتعلم حكم كده من الناس الظالمين، ساعات تتعلم حكم حتى لو واحد عدوك تتعلم منه حكمة، لو هو عدوك تتعلم منه حكمة. الصحابة تعلموا من ابو جهل، ابو جهل انا تعلمت منه حكمة رائعة انسبها لابي جهل. لما كان رايح ابو جهل يحارب النبي في غزوة بدر سنة 2 من الهجرة، فابو جهل رايح وقبل ان يلتقي الجيشان ابو جهل سأل المشركين سؤال، خد بالك خد بالك من السؤال، واللي قال كده ابو جهل ولا تعلمت منه. قال ابو جهل لاصحابه واتباعه: اذا جاءكم محمد باصحابه فماذا انتم فاعلون؟ لو محمد جاء بكل رجاله واصحابه قالوا له ما فيش مشكله، احنا اشداء ومستعدين ومعنا السلاح. قال: وان جاءكم محمد بربه فماذا انتم فاعلون؟ ولو محمد جاء وكان معه ربه بقى قال لهم: هذه المشكله، قال لهم: احنا رايحين دلوقتي نحارب محمد ومين؟ واصحابه. لكن لو طلع محمد وراح وجي محمد وربه يبقى احنا كده ايه؟ خسرانين. صح، الرجل فاهم. ان جاءكم محمد باصحابه فانا كفيل بهم، وان جاءكم محمد بربه فلا طاقة لنا به. خلاص، حكمة على افواه الكافرين. نحن نتعلم الحكمة انا وجدناها، انا وجدناها نتعلم الحكم حتى ولو كانت من غير المسلمين. فكلامي ليس انتقادا لبلاد الإسلامية، ولكن يا أخي أشتاق إلى هذه الحرية، أشتاق إلى هذه العدالة وهذه الكرامة. الاستبداد دمر الأمم، الدول المستبدة هكذا كتبوا في التاريخ، الدول المستبدة إذا سقط رأس النظام سقطت الدولة في سويعات. خلي بالك، وليه الاستبداد وحش؟ يعني لماذا الاستبداد سيء؟ ولماذا يجب أن نحارب الاستبداد؟ عندي إجابة، عندي إجابة. وكان في كاتب شهير عمل مقارنة كبيرة جدا بين الخلافة العثمانية وبين باريس بين فرنسا. خلي بالك، الخلافة العثمانية كان حجمها كبير جدا جدا جدا، خلافة لا تغرب عنها الشمس، وكانت باريس ما تجيش في حجم يونيون ولا إليزابيث كده بالنسبة للخلافة. والكاتب ألف كتاب اسمه ايه؟ الفرق بين الخلافة العثمانية وفرنسا. فقالوا له ما ينفعش، دي الخلافة حجم كبير جدا. حط فرق بسيط جدا، ماذا قال؟ الخلافة العثمانية كانت مستبدة وفرنسا كانت لسه بادئة في الايه؟ في عصر بقى التقدم والحريات وبتاع. قال لهم ان الخلافة العثمانية دولة مستبدة وقوية لكن سقوطها سهل، لانه اذا سقط الرأس سقط الايه؟ الدولة. لو شالوا الرأس الدولة ايه؟ تنهار. لكن فرنسا صغيرة بس لو شالوا الرأس في رأس تاني وفي رأس ثالث، ودولة اسمها دولة مؤسسات، في رئيس وفي نائب وفي برلمان وفي جيش وفي دولة، في دولة موجودة. لما ذهب صدام حسين ماذا حدث؟ أين الدولة؟ أين الدولة؟ اختفى، اختفى الجيش في لحظة. والله يعني ما كنا نسمع الرجل يطلع يقول لك العلوج، ما حتى ما عرفنا العلوج دي غير لما دخلوا كلهم في الخنادق. فين يا صحافة؟ فين؟ ما وجدناه. والهار لما ذهب القذافي ضاعت الدولة. ليبيا من أغنى دول العالم، ليبيا تعوم على بحيرة من البترول والغاز الطبيعي، أين هي؟ فين يا عالم؟ فين بلادنا؟ سوريا ولسه ما راحش الأسد، وما لما روح يحصل فينا أي تاني؟ في الدول المستبدة إذا ذهب رأس النظام ذهبت الدولة، في الدول العادلة إذا ذهب رأس النظام الدولة قائمة كما هي. نريد لبلادنا أن تظل قائمة، ونريد لجيوشنا أن تظل قائمة، ونريد لمقدراتنا أن تظل قائمة حتى لا تضيع البلاد وتضيع العباد. مات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولم تسقط الدولة، دولة عادلة. قتل عمر بن الخطاب في محرابه ولم تسقط الدولة، تولى بعده خليفة آخر بحرية وشورى وعدالة. يا إخوة نحن نحتاج إلى هذا. أما أن نرى هذا الاستبداد الموجود ولا نتحرك، فأتمنى أن احنا نستفيد من هذا، من هذه المشاهد التي نشتاق إليها، نشتاق أن نرى هذا في بلادنا. الظالمين يريدون للشعوب أن تظل هكذا مقهورة مغلوبة لا تعرف من أمرها شيئا.
أبو جعفر المنصور ده كان واحد من خلفاء المسلمين، اسمه خليفة برضه، وده كان يعني عمل ظلم كبير أبو جعفر المنصور. تبقى قرأوا أبو جعفر المنصور اللي بيروي القصة دي الإمام الهزلي، بقول دخلت على أبي جعفر المنصور، خد بالك، فسمعت رجلا ببابه يقول له، واحد من السكرات اللي واقفين عند أبو جعفر المنصور يقول لأبي جعفر المنصور: أنت إلهنا الذي يطعمنا ويسقينا. الراجل بيقول لا أبو جعفر أنت إيه؟ أنت إلهنا، لا الحمد لله ما حصلش عندنا دلوقتي، بيقول له أنت إلهنا الذي يطعمنا وإيه؟ ويسقينا. وأبو جعفر شكر وهز دماغه كده، قال له فالهزلي استغرب، قال يا أبو جعفر أما سمعت؟ قال وماذا قال؟ قال وصفك بصفات الألوهية، قال أنت إلهنا الذي يطعمنا ويسقينا. ماذا قال أبو جعفر؟ الإجابة تفهم أنت كل الحكام اللي معانا اليومين دول. قال له يا هزلي اسمع وافهم، أبو جعفر بيقوله كده اسمع، لأن يدخلون جهنم في طاعتنا خير لنا من أن يدخلون الجنة في معصيتنا. يسمعوا كلامنا ويدخلوا جهنم في 60 دهية، اتس اوكي، المشكلة يعني أحسن ما يعصوا أوامرنا ويدخلوا فين؟ الجنة. اسمعها تاني كده يا هزلي، لأن يدخلون جهنم في طاعتنا خير لنا من أن يدخلوا الجنة في معصيتنا. هم عاوزيننا كده بقى، عاوزين يستعبدونا ويمتضوا ظهورنا ونسمع لهم رغم عصيانهم وندخل جهنم، مش مشكلة عندهم دول، لكن احنا نعصي أوامرهم وندخل الجنة؟ لا. اسمع كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن رحى الإسلام دائرة، يعني الإسلام بلف مرة فوق ومرة تحت، مرة أمن مرة خوف مرة ثبات مرة كده. ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار. فدوروا مع ليه؟ الإسلام، ربنا يجعلنا ممن يدورون مع الإسلام، مش لما يكون الإسلام كسبان يبقى احنا مع الإسلام، طب الإسلام خسران يبقى احنا مش مع الإسلام. ها الناس بتعمل كده، الإسلام في فوز وكده، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولو حصل مشكلة الإسلاميين قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. لا، فدوروا مع الإسلام حيث إيه؟ حيث دار. ألا إن الكتاب، يعني القرآن، والسلطان، يعني الحكم، اسمع الكلام، سياسة، النبي كان بيتكلم في السياسة. ألا إن الكتاب القرآن والسلطان سيفترقان، يبقى القرآن مش هيمشي مع ليه؟ مع السلطان، ولو جاء واحد يحكم بالقرآن هيشيلوه، ما ينفعش. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، خليكم عليه مع الكتاب. اللهم اجعلنا ممن يكون مع الكتاب دائما يا رب العالمين. ألا إنه سيولى عليكم حكاما يحكمون لأنفسهم، النبي كان عارف صلى الله عليه وسلم لا يحكمون لكم، إن أطعتموهم أضلوكم. مش الرجل قال له خليهم يسمعوا كلامنا يدخلوا جهنم؟ إن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. طب وبعدين؟ إن سمعنا كلامهم ودونا جهنم وإن عصيناهم قتلونا، فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال كونوا كأصحاب عيسى بن مريم، ثبات على الحق، نشروا بالمناشير ومشطوا بأمشاط الحديد، لموتة في طاعة الله خير من حياة في معصيته. الحمد لله احنا لا عندنا القصة، مش موجود معنا هنا في هذه البلد، نحن في امان وفي استقرار، لكن على الاقل يكون تفكيرك وعقلك ضد الاستبداد والاستعباد والظلم الذي يحدث في بلادنا هذه، لان من اعان ظالما سلطه الله عليه، ومن ايد ظالما سلطه الله عليه، والله تبارك وتعالى نهانا أن نركن إلى الظالمين، ونهانا أن نعيش مع ظالمين أو أن نؤيد الظالمين. الله قال في كتابه: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ما فيش حد، لا، أي كله مع بعضه، كله بيحط في بكسة واحدة يدخل جهنم،
القائد واللي كان بيسمع كلام وعبد المأمور والجندي كله مع بعض في جهنم. سفيان الثوري، خذ القصة دي سريعا. سفيان الثوري، أنا بقول الكلام ده لمن لا يشعر أنه يؤيد ظالم. يا أخي يا راجل يا أخي، بص اللي بيحصل في أمريكا يا راجل. طب والله العظيم أنا واخد على خاطري باللي بيعملوا الأمريكان. يعني يا جماعة عاوزين تعملوا تنصيب وحفل تنصيب، بلاش تعملوا على الهواء، اعملوا في البيت الأبيض وخلوه حاجة. ليه بتفرجونا يعني؟ ليه تخلونا نشوفوا تحرقوا دماغنا ليه يعني؟ حاجة عمرنا ما شفناها، ما شفناهاش يا أخي. لا يجوز. حتى الدكتور إبراهيم الفقي في كتابه التنمية البشرية يقول لا يجوز أن تظهر أموالك أمام فقير. خلي بالك خلي بالك، لا يجوز أن تظهر أموالك أمام إيه؟ فقير. واحد فقير مش لاقي ياكل وانت عملت عد الميات والخمسينات، خلى عندك زوج وانك شايف أمامك عمل إزاي. ها؟ ولا تذكر محاسن زوجتك أمام مطلق أو أعزب. واحد حصلت مشكلة ومراته اتطلقت، تقول له ده أنا مراتي، ده أنا مراتي بتعشيني إيه وتنيمني إزاي؟ يا أخي عيب عليك، راجل مشترك من مراته في نكد وفي هم وخاف من حسد. حتى لا تذكر إيه محاسن زوجتك أمام مطلق أو أرمل. ولا تذكر أولادك أمام عقيم. واحد ما عندوش أولاد تقول له يا سلام على الأولاد، ده الأولاد بيدلعوك ويبسطوك، إيه اللي بيحصل ده؟ ولا تذكر صحتك أمام مريض. واحد تعبان وظروفه صعبة تقول له ده أنا صحتي، ده أنا بنشيل مش عارف 200 باون. الله يهديك، تعمل إيه؟ أنا بنضيف حاجة تانية بقى، ولا تذكر حريتك أمام المظلومين. ولا تذكروا يا أمريكان عدالتكم أمام المحرومين. ولا تذكروا انتقال سلطاتكم أمام المستبدين والمستبدين. سيبونا عايشين وراضيين. ليه خلتوها لايف والعالم كله يشوف؟ يمكن الأمة تتحرك شوي. سفيان الثوري، سفيان الثوري جالس في مجلس عند أبو جعفر المنصور اللي احنا حكينا عنه من شوي. فأبو جعفر المنصور مع الوزراء والحاشية كده، خد بالك. وسفيان الثوري عالم، عالم كبير. فأبو جعفر المنصور خد بالك نادى على سفيان الثوري وقال ناولني القلم، يعني ممكن بس قلم معاك نكتب بيه كلمة كده. فقال له لا. فالخليفة خليفة المسلمين استغرب، قال قلت لك ناولني القلم؟ قال لا، والله ما تاخد القلم ولا تكتب بيه كلمة. قال ولما؟ قال أخشى أن تكتب بيه كلمة ظلما فيجمعني الله بك في نار جهنم يوم القيامة. نعرفك هتكتب بيه إيه؟ تكتب واحد يسجن، واحد يؤخذ ماله، فيجمعني الله بك فين؟ في نار جهنم. وقد ورد إلي، هيذكر له حديث ما هو عالم بقى، وقد ورد إلي في الأثر أنه إذا كان يوم القيامة نادى الله تبارك وتعالى، ربنا حينادي، اسمع ماذا قال الله، أين الظلمة وأين أعوان الظلمة. مش الظلمة بس، يقول سفيان الثوري فيجمع مع الظلمة كل من برى لهم قلما وكل من أعد لهم صوتا وكل من خاط لهم ثوبا، ثم يوضعون في توابيت مغلقة ثم يقذف بهم في نار جهنم. نسأل الله السلامة. اللهم سلمنا يا رب العالمين. الظلمة وأعوان الايه؟ الظلمة وأعوان الظلمة يجمعون مع بعضهم البعض ويقذف فيهم في نار جهنم. لذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أو كما قال التائبون الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، إذا أردت أن تتحدث عن الظلم فانظر إلى العدل. شوف العدل وأنت تعرف معنى كلمة ظلم. لما تنظر إلى الناس وهم في عدالتهم وفي حريتهم تعرف معنى كلمة الظلم وإحساس المرارة والألم من الظلم. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حارب هذا الاستبداد من أول يوم وجد فيه في مكة، فكان يجلس بين أصحابه ولا يخير نفسه عنهم ولا يفضل نفسه عليهم
بل كما قلت وهو الرسول وهو المعصوم ويأتيه الوحي من السماء والقرآن يتنزل عليه وصاحب عقل وحنكة وخبرة، لكنه كان يستشير من؟ يستشير أصحابه. قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. واستخدم رسول الله الشورى في كل أمر في حياته. ما هي الشورى يا جماعة؟ دي الشورى اللي هي دلوقتي بسموها الديمقراطية، عكس الشورى الظلم والاستبداد. بمعنى كده هم الآن بسموها ديمقراطية، احنا بنسميها شورى. انت كي تمشي معانا، يا ريت في ديمقراطية. هي نفس الوجه الآخر لكلمة شورى. الرسول استخدمها، بل إن القرآن الكريم استخدم كلمة الشورى واستخدم التشاور في كل أمر في بيوتنا، صغيرا كان أم كبيرا. القرآن بيحكي لنا في سورة البقرة، خد بالك، أنه يجب على الوالدات يعني الأمهات أن يرضعن أولادهن كم سنة؟ حولين كاملين، مش كده؟ طب اسمع القرآن كده: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له اللي هو أب الولد يعني رزقهن. لو كانت امرأته مطلقة يدفع لها الايه؟ المصاريف، الرنت والبل، حتى لو مطلقة بس زوجته، عشان ابنه ليه ولدته ده. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ما فيش ضرر على الأب ولا على الايه؟ وعلى الأم. وعلى الوارث مثل ذلك. نيجي بقى للمهم، القرآن بيقول لهم لو عاوزين تفطموا الولد، القرآن يخاطب الزوج والزوجة الأب والأم، عاوزين تفطموا ابنكم من الرضاعة، لازم تعملوا مجلس استشاري وتستشيروا بعض الأول، نفطم الولد ولا نفطمش الولد؟ فطامة الولد عاوزة شورى. فإن أرادا فصالا، فصالا يعني فطام الرضيع، القرآن قال وحمله وفصاله 30 ايه؟ 30 شهر. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يا سلام على دروس القرآن. المولود لكي يفطم نعمل مجلس شورى في البيت، مجلس شورى في البيت عشان المولود ايه؟ نفطم ولا ما نفطمش الآن؟ هنكمل السنتين ولا في الزوجة عندها ظروف تفطمه قبل السنتين؟ يرضع طبيعي ولا يرضع صناعي؟ ايه الموضوع بالضبط؟ نعمل مشورة في البيت. فإن أراد فصالا، ليه القرآن بيقول كده؟ ليعلمنا الشورى في أدق الأمور، في أدق الأمور. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يا أخي ده لما بيحصل خلاف بين الزوج وزوجته، ايه القرآن قال لنا؟ علمنا. ها؟ قالوا إن خفتم شقاق بينهما، في مشكلة بين الزوجين لازم تجيبوا اثنين عشان يستشيروا بعض ويحكموا بالحق. فبعثوا حكما من ايه؟ من اهله وحكما من اهلها مع بعض. ايه يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، ان الله كان عليما خبيرا. لكن ان واحد بس يبقى الحاكم بامره وظالم ومستبد، احنا ورثنا هذا، عاوزين نغير في الاجيال القادمه. انظروا الى محاسن هذه البلاد والحكمه ضلت المؤمن، فنتعلم منها كيف يحدث. ده سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو يقتل ولده كان يستشيره. هو ابراهيم مش كان بيذبح ابنه؟ سيدنا ابراهيم كان مع السكينه، كان راح يذبح ولا راح بيمثل بيصور فيلم؟ كان راح يذبح. وبعدين بيقول له ايه؟ يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ايه؟ فانظر ماذا ترى؟ رايك ايه؟ الولد كان متربي على الدين. قال يا ابا تفعل ما ايه؟ ما تؤمر. يا إخوة نحن نحتاج أن نربي أولادنا على الشورى، لكنني أظن أننا جميعا وأنا منهم نحن تربينا ورضعنا الاستبداد ونحاول إرضاع أولادنا الاستبداد. هو كده وخلاص، هو الرأي كده، ما لا تناقش ولا تجادل ولا كذا. لا يا إخوة، نحن نعيش في مجتمع فيه الحضارة وفيه الحرية وفيه كرامة الإنسان. الحكمة ضلت المؤمن، رأينا من خير عندهم فنأخذ به، ورأينا من سلبيات فنتجنبها. لا يكون أحدكم إمعه، إن أحسن الناس يحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم. إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساء أن تتجنبوا إساءتهم. كانت هذه بعض المشاهد التي رأيتها في حفل التنصيب في أمريكا.
رأيتها وأشتاق إليها، وأظن أن الجميع يشتاق إليها، لعلها تكون عن قريب في بلادنا، فنشعر بكرامتنا وبحريتنا وبالعدالة ترفرف على بلادنا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى، اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانظف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفث هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، واطلق سراح المظلومين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلادنا أجمعين، اجعله سخاء رخاء، أمنا وأمانا، سلما وسلاما. اللهم وفقنا فيه لما تحب وترضى، واحفظنا في هذا البلد وأولادنا وبناتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.